بحث وزير الصحة يا دكتور خالد عبد الغفار مع المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي كيكو ميو توسيع آفاق التعاون في مجال تنمية صحة الأسرة. وقالت وزارة الصحة إن اللقاء تناول دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، وكذلك دعم البنية التحتية لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، إضافة إلى مناقشة التعاون في برامج الرعاية الأولية وبرامج تحسين النظم الغذائية.